السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي طلاب الصف الرابع الخامس الابتدائي، أهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات اللغة العربية. النهاردة إن شاء الله المحاضرة هتكون بعنوان تدريبات نحوية على ما سبق دراسته. تعال نشوف السؤال الأول، بيقول لنا إيه؟ حول الجملة الإسمية إلى جملة فعلية والجملة الفعلية إلى إسمية. طبعا إحنا خدنا قبل كده نوع الجملة، عندي نوع الجملة 2، الجملة الإسمية والجملة الفعلية. والجملة الإسمية بتبدأ باسم وليها ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر، والجملة الفعلية بتبدأ بفعل وليها ركنين أساسيين أيضا وهما الفعل والفاعل. تطير الطيور في الفضاء، هنا عايز أحدد نوع الجملة الأول وبعد كده أحولها لإسمية أو فعلية. الفلاح يحرث الأرض، يتقدم الوطن بالعمل. تعال نرجع كده، الأول جملة عندي تطير الطيور في الفضاء. تطير هنا اسم ولا فعل يا أولاد؟ تطير هنا فعل، أحسنتم. تطير الطيور، إذا أنا عايزة أخرج الفعل بره وهدخل الفعل جوه عشان كده أحولها الجملة إيه؟ اسمية. يبقى إيه؟ الطيور تطير في الفضاء. الطيور تطير في الفضاء، أحسنتم. الفلاح يحرث الأرض، الفلاح عندي هنا نوع الجملة إيه؟ أول كلمة عندي الفلاح فيها ألف ولام، يبقى على طول اسم، لأن الألف واللام علامة من علامات الاسم. يبقى إذن الجملة اسمية، يبقى هحولها لفعلية، يبقى هدور على الفعل وأخرجه بره. الفلاح يحرث الأرض، هنا فين الفعل؟ يحرث، يبقى يحرث الفلاح الأرض، أحسنتم. يتقدم الوطن بالعمل، يتقدم هنا نوع الجملة عندي إيه؟ أول كلمة يتقدم، يتقدم هنا عندي فعل، يبقى هدخل الفعل جوه. يتقدم الوطن بالعمل، يبقى عشان أحولها لإسمية يبقى الوطن يتقدم بالعمل، أحسنت. نشوف السؤال اللي بعد كده، اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين. الفلاحتان نقط، هنختار من الاختيارات الموجودة عندي الكلمة المناسبة للفلاحتان. نقط الطفل دروسه، نقط تلميذ مهذب، عالم مشهور. طيب نرجع للجملة الأولى، الفلاحتان هنا نوع الكلمة إيه يا أولاد؟ الفلاحتان دي هنا مثنى، مثنى مؤنث. طيب إيه الكلمة المناسبة ليها؟ هختار لها برضو الكلمة اللي تناسب المثنى المؤنث. طب نشيطة بتدل على المثنى المؤنث؟ لا طبعا، نشيطة دي مفردة مؤنثة. طب نشيطات، نشيطات ألف وتاء، يبقى ده جمع مؤنث، يبقى دي مش هتناسب الفلاحتان. طيب إيه الكلمة اللي تناسب الفلاحتان؟ نشيطتان، أحسنتم. يبقى الفلاحتان نشيطتان، أحسنتم. طيب الجملة اللي بعد كده، الطفل دروسه، ها الكلمة اللي تناسب الفعل اللي يناسب الطفل؟ الطفل ده مفرد مذكر. طب ها يا ترى يذاكر ولا تذاكر ولا أذاكر؟ ها الفعل المناسب للطفل هو يذاكر، يذاكر الطفل دروسه، أحسنتم. نقط تلميذ مهذب، هختار لها إيه يا أولاد؟ أنا ولا نحن ولا هما؟ إيه الضمير المناسب لكلمة تلميذ؟ طب تعالى نحدد كلمة تلميذ الأول، هي نوعها إيه؟ تلميذ هنا مفرد مذكر. طيب يا ترى أنا ولا نحن ولا هما؟ طبعا احنا عارفين ان نحن دي بتاعت المثنى والجمع. طب هل هنا التلميذ مثنى او جمع؟ لا، يبقى هنستبعد الاختيار نحن. طيب هما، هما بتناسب المثنى بنوعيه. طب تلميذ هنا مثنى؟ لا طبعا، يبقى هنستبعد اختيار هما. طيب انا، انا للمفردة المؤنثة او للمفرد المذكر، احسنتم. يبقى تلميذ هنا ايه؟ ايه الاختيار المناسب ليها؟ هيبقى انا، انا تلميذ مهذب، احسنتم. نقط عالم مشهور، اختار لها اسم اشاره مناسب. هل الاول احدد كلمه عالم، عالم دي ايه يا اولاد؟ نوع الكلمه هنا ايه؟ عالم، عالم واحد، ده مفرد مذكر. طيب هل ايه اسم الاشاره المناسب للمفرد المذكر؟ هذان، هذان دي بتاعه الايه؟ بتاعه المثنى المذكر. طيب هاتان، طب هاتان بتاعه المثنى المؤنث.
طيب يبقى عندي الاختيار الأخير اللي هو إيه؟ هذا. يبقى هذا بتاعت مين؟ بتاعت المفرد المذكر، هذا عالم مشهور. أحسنتم. نشوف السؤال اللي بعد كده. صوب الكلمات الملونة. خلي بالك بقى عشان صوب دي محتاجة مننا تركيز. ها تعال نشوف ونقرأ الفكرة كويس جدا، وزي ما اتفقنا قبل كده ان احنا بنعمل ايه، بنحاول ان احنا نقسم الفكرة بتاعتي لجمل. ها الجمل دي اللي هي ايه؟ جمل اسمية وفعلية. طيب بتبدأ منين الجملة وبتنتهي لفين؟ بتبدأ من بداية الفكرة وتنتهي عند الفصلة. رجل الشرطة حافظ للأمن والنظام، دي كده جملة. نوع الجملة عندي هنا ايه؟ سين. يبقى اكتب فيها كده جملة اسمية. طيب فهم يحرسون البلاد من الخطر العابثين. فهم ها بداية الجملة عندي ايه؟ اهي اسم عشان ده ضمير. طيب بداية الجملة الثانية ايه؟ فيعيش الناس آمنين. يعيشوا هنا ايه؟ فعل. طيب ارجع بقى للكلمات المطلوب ان انا اصوبها. رجل الشرطة حافظ للأمن والنظام. طيب ارجع لجملتي اللي انا قلت نوعها. هنا نوع الجملة عندي ايه؟ سين. انا كتبت فوق اسمية. طيب جملة اسمية يبقى معنى كده ان انا بتكلم في ايه يا اولاد؟ بتكلم في مبتدأ وخبر. طيب تعالى نشوف كده رجلي يا ترى ايه الخطأ اللي موجود. رجل دي انا حددت الجملة عندي اسمية، طب اذا رجل دي هتبقى ايه؟ مبتدأ. احسنتم. طيب احنا خدنا قبل كده ان علامة رفع المبتدأ ايه؟ الضمة. احسنتم. رجل يبقى هنا هو حط تحتيها كسرة يا ولاد. طب هل من المبتدأ اصلا بيبقى مجرور؟ لا طبعا المبتدأ بيبقى مرفوع. يبقى هنا رجل، رجل هتبقى مبتدأ مرفوع. طيب حافظ للأمن. طيب انا قلت ان الجملة بتاعتي جملة اسمية، يبقى انا بتكلم في ايه يا اولاد؟ بتكلم في مبتدأ وخبر. طيب انا حددت المبتدأ وهو الكلمة، اول كلمة بتبدأ بها الجملة الاسمية. طيب عايز ادور على الخبر فين؟ يا ترى فين الخبر؟ الخبر خلي بالك اللي هو بيتمم معنى المبتدأ. رجل الشرطة ماله يا اولاد؟ حافظ. حافظ ايه ده؟ الخبر هنا يا اولاد مجرور. طب هو الخبر بتاعي بيبقى مجرور؟ لا طبعا احنا واخدين قبل كده ان المبتدأ والخبر دائما ايه؟ مرفوعان. احسنتم. تعال نشوف كده. فهم يحرسوا البلاد. فهم هنا الخطأ، الكلمة الملونة دي هي كلمة خطأ. طب تعالى كده نرتب، نقول الكلمة الجملة تاني. فهم يحرس، ينفع أقول فهم يحرسوا؟ لا طبعا ما ينفعش. أقول إيه؟ هو الضمير ده عايد على مين؟ على رجل الشرطة. طب ينفع أقول على رجل الشرطة هم؟ لا طبعا، لأن هم دي بتستخدم مع جمع الإيه؟ المذكر، والرجل هنا إيه؟ مفرد. يبقى الضمير المناسب للجملة هنا ايه؟ فهو. تعال نشوف التصويب كده. رجلي التصويب بتاعها ايه؟ رجله. ليه يا ولاد؟ حافظ هو التصويب بتاعها ايه؟ حافظ. فهم التصويب بتاعه ايه؟ فهم. ليه قلت رجل؟ رجل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ليه قلت حافظ؟ لأن هو خبر مرفوع بالضمة. ليه قلت فهو؟ لأن هو رجل الشرطة ده مفرد مذكر. أحسنتم. هنا بيقول لي فني واجمع ما يلي. يعني إيه فني يا أولاد؟ يعني حول الجملة لمثنى. أحول الجملة لإيه؟ لمثنى، وبعد كده أجمعها. طيب إحنا عارفين قبل كده إن المفرد عندي ده ما دل على شيء واحد، والمثنى هما اثنان أو اثنتين، والجمع هو أكثر من إيه؟ من اثنين أو اثنتين. تعالى كده نشوف الجملة اللي عايز، اللي طالب مني إني أحولها. الصديق مخلص. الصديق مخلص. تعالى كده نحولها الأول للمثنى. الصديق المثنى بتاعها إيه؟ الصديقان. أحسنتم. مخلص المثنى بتاعها ايه؟ مخلصان. عشان احول المفرد للمثنى يا اولاد يا اما هضيف الف ونون او ياء ونون. طب احنا اتفقنا ان الصديق دي هي مبتدا والمبتدا مرفوع، اذا اختار ايه المناسب ليها، الالف ولا الياء؟ لا هختار الصديقان مخلصان. احسنتم.
هحولها للجمع يا ولاد. جمع الصديق ايه؟ الاصدقاء. الاصدقاء. طيب جمع مخلص ايه؟ مخلصون. اذا الجمع هو الاصدقاء مخلصون. احسنت. اكمل بما هو مطلوب بين القوسين. عالم مشهور. نقط منير. تكثر القمامة. نقط ينتشر الذباب. يغرد العصفور. نقط الشجرة. طيب يا ترى عايز مني ايه؟ ايه المطلوب مني في الجملة دي؟ طالب مني في اول جملة نقط عالم مشهور. طالب مني اسم اشارة. طب اسماء الاشارة كده انا يا ولاد دايما اكون منظم في اجابتي. اسم الاشارة اخدها على جنب كده واكتب اسماء الاشارة عشان اختار منها الاجابة الصحيحة. اسماء الاشارة اللي هي ايه؟ هذا، هذه، هذان، هاتان، هؤلاء. طيب يا ترى عالم، عالم ده نوع الكلمة هنا عندي ايه؟ عالم هنا مفرد مذكر. مفرد مذكر ايه اسم الاشارة المناسب ليه؟ ها، هذا. احسنتم، هذا عالم مشهور. طيب النقط منير. طالب مني ايه يا ترى؟ مبتدأ مناسب. لازم اخلي بالي ان المبتدأ ده ايه؟ اسم، لان المبتدأ ده تبع الجملة الاسمية، والجملة الاسمية بتبتدي بايه؟ باسم. يبقى لازم اجيب الكلمة المراد ان انا اجيبها هنا، اجيبها اسم. منير، ايه اللي هو بيبقى منير يا ولاد؟ الكلمة المناسبة لكلمة منير القمر. القمر منير. تكثر القمامة. نقط ينتشر الذباب. ها، طالب مني ايه؟ طالب مني حرف عطف. طب ايه هي حروف العطف؟ تعالوا نتذكرها كده مع بعض. اللي هو ايه؟ اللي هي ايه؟ الواو وثم وفاء واو. طيب ايه يا ترى اختار هنا الحرف العطف المناسب؟ خلي بالك هنا لازم تركز يا ولاد. تكثر القمامة، اول ما القمامة يا ولاد بتكثر في الشارع ايه اللي بيجي عليها بسرعة؟ الذباب. اذا هنا في سرعة، في سرعة في ان الذباب بينتشر على الايه؟ على القمامة. طب ايه حرف العطف المناسب اللي بيدل على السرعة؟ ها، حرف العطف المناسب اللي بيدل على السرعة هو ايه؟ الفاء. احسنتم، تكثر القمامة فينتشر الذباب. احسنتم. الجملة اللي بعد كده، يغرد العصفور نقط الشجرة. طالب مني ايه؟ عايز ظرف مكان. فاكرين ظرف المكان هو اسم يا ولاد؟ اسم بيدل على ايه؟ بيدل على مكان اللي وقع فيه الفعل. طيب ظرف المكان في كلمات بتدل عليه زي فوق، تحت، امام، خلف، يمين، يسار، بين. طيب ايه الظرف المكان المناسب اللي هختاره هنا؟ يغرد العصفور نقط الشجرة. يا ترى العصفور هيغرد فين؟ ها، فوق الشجرة. احسنتم. احسنتم.